مرة أخرى نعود إلى حضراتكم وما زلنا في هذا الحوار الشيق مع سعادة السفير سعيد أبو علي الأمين العام مساعد للجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين والأراضي المحتلة. ويعني يمكن الحوار خدنا من ما حدث في من أسابيع في شهر رمضان اللي فات ومواجهات الأقصى، ثم ما يطرح الآن في ضوء المناقشات حوالين دولتين أو دولة واحدة بشعبين ووجهة نظره في هذا الأمر. والآن نحن نصل إلى مرحلة طب وماذا بعد؟ إحنا هنروح فين؟ وهو ده السؤال يا سعادة السفير. يعني الخيار المتاح أو الخيار الأساس بالنسبة للشعب الفلسطيني هو استمرار النضال والصمود بأي ثمن مهما بلغت التضحية. هذا عبر عنه الشعب الفلسطيني منذ قرن من الزمان، منذ 100 عام والشعب الفلسطيني يقدم قوافل للشهداء والأسرى. وهنا بذكر الأسرى نوجه تحية للأسرى وشهيد خضر عدنان الذي سقط في المعتقل جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد والممنهج الذي تمارس سلطات الاحتلال ليصبح شهيد رقم 237 منذ عام 67 في المعتقلات الإسرائيلية. هذا قدر الشعب الفلسطيني وهو مستعد باستمرار لمواصلة الصمود والنضال